الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أولا بنعتذر لحضراتكم عن التأخير بسبب عطل فني، ولكن الإدارة الهندسية في قناة النادي الأهلي الحمد لله تداركت الأمور وحلوا الموقف سريعا. ولكن هنبدأ دلوقتي على طول نقول لحضراتكم أو ندخل في المباراة سريعا، طبعا لأن راح مننا وقت كتير فندخل في المباراة سريعا. عايز أقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لهذه المباراة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول. ياسر إبراهيم بيعود مرة أخرى ليكون قلب دفاع بجانب رامي ربيعة. عمرو السولية ومحمود متولي اثنين في وسط الملعب، ثم أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات اللي بيعود بعد الإصابة، وجونيور أجاي رأس حربة وحيد بدلاء النادي الأهلي لهذه المباراة. علي لطفي، مروان محسن، محمود وحيد، أحمد فتحي، صلاح، محسن، كهربا، جيرالدو. ده التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي أمام حضراتكم وبدلاء النادي الأهلي. أيضا التشكيلة الرسمية لنادي طنطا أقولها لحضراتكم حالا. في حراسة المرمى علي فرج، محمد الشاذلي ناحية اليمين، محمود مسعود ومحمد العاشر اثنين قلوب دفاع، وإيهاب سمير ناحية الشمال. حسام غالي وأحمد الشناوي اثنين في وسط الملعب، أحمد الألفي، وليد عادل، أحمد سالم صافي، ثلاثي خلف محمد ماجد قنش. ده التشكيلة الرسمية لنادي طنطا في هذه المباراة. خلينا بقى نروح كالعادة إلى زميلنا أدهم ندى من ملعب المباراة يقول لنا ماذا يحدث في ملعب المباراة حالا. تفضل يا أدهم. برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي من استاد القاهره الدولي. ننقل لكم كواليس ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي طنطا في الجوله 12 من الدوري الممتاز المصري تحت شعار اللعب على اللحن المنفرد لتاكيد صداره النادي الاهلي للدوري العام. الاجواء والكواليس هنا اكثر من رائعه، يمكن فيه هطول امطار خفيف في ملعب استاد القاهره. بيستعد لاعبي النادي الاهلي لإجراء الإحماء، هناك 50 مشجع من نادي طنطا. في مفاجآت طبعا في تشكيل النادي الأهلي، وده الحقيقة كان باين الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز. الحقيقة ده كان باين، مفاجآت التشكيل كانت باينة من مران أمس في أدوار خاصة طبعا أكيد لمحمود متولي، ولمحمد مجدي قفشة. أكيد المدير الفني ريني فايلر حرص على تأكيد مسؤولية لاعبي النادي الأهلي تجاه جماهيرهم النهاردة، مسؤولية كبيرة طبعا لتأكيد اللعب الجيد والأداء الأكثر من رائع على مدار المباريات السابقة. الحقيقة كان في لقطة أكثر من رائعة لزيارة رمضان صبحي نجم نجوم النادي الأهلي للفريق. أكيد النادي الأهلي محتاج كل لاعبته سواء المصابين أو الأساسيين من أجل المساندة والمؤازرة والدعم. والحقيقة في لقطة أكثر من رائعة يمكن جمعني لقاء بمجموعة من جمهور النادي من جنسيات مختلفة، والحقيقة وصلوا لي رسالة ليك يا كابتن إسلام بخصوص كلام حضرتك قلته في ملعب الأهلي. رسالة لجمهور النادي الأهلي بيقولوا لك إحنا ورا النادي الأهلي دعم ومساندة ومؤازرة وتشجيع دايما، وده دايما اللي عهدناه من جمهور النادي الأهلي. كان هذا كل ما لدينا من أجواء وكواليس حتى الآن قبل المباراة، وإن شاء الله هيكون لينا أجواء وكواليس بعد المباراة مع الجهاز طيب الفني. طيب إبراهيم قبل ما أسيبك عايز أعرف هل بدأ النادي الأهلي تسجيل هذه المباراة ولا لسه؟ أو أدهم من لسه حتى الآن بيستعد لاعبي النادي الأهلي للدخول، ولكن لسه ما دخلوش الملعب. فاروا أن يدخل لاعبي النادي الأهلي، أكيد هنبلغ حضرتك كابتن إسلام بدخول لاعبي النادي الأهلي ملعب المباراة من أجل الإحماء. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أدهم ندى من أرض الملعب، وهنجيب لحضراتكم طبعا ماذا يحدث في أرض الملعب في حال أي حاجة حصلت خلال هذه الفترة. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراة. طبعا الدوري العام المصري موسم 19-20 النهارده الاربعاء 15 يناير 2020، مباراتين بتقام اليوم. مباراه نادي الجونه ونادي الزمالك في الاسبوع ال13 كانت هذه المباراه في تمام الساعه الخامسة، واعتقد ان هي قاربت على الانتهاء. كان الزمالك متقدم على الجونه بهدفين مقابل لا شيء. في تمام الساعه 7:30 النادي الاهلي سيلاقي نادي طنطا.
نتائج مباريات الاسبوع ال 13، نادي مصر يخسر من نادي المقاولين العرب بثلاثيه مقابل هدف وحيد، المباراه كانت يوم السبت 11 يناير 2020. الحد 12 يناير حرس الحدود بيتعادل سلبيا مع سموحه، ومصر المقاصه بيتعادل ايجابيا مع امبي، والاسماعيلي بيفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. الاثنين 13 يناير وادي دجله بيتعادل ايجابيا مع الانتاج الحربي. بقيه مباريات الاسبوع ال 13 هتقام غدا مباراتين، المصري البورسعيدي سيلاقي نادي اسوان الساعه 5، والاتحاد السكندري سيلاقي نادي بيراميدز في 8 الساعه 7:30. تاريخ المواجهات ما بين الناديين، النادي الاهلي لعب 24 مباراه ضد طنطا، فاز النادي الاهلي في 19، تعادل في 5 مباريات، لم يهزم النادي الاهلي، احرز 47 هدف، دخل مرماه 8 اهداف. اكبر فوز في تاريخ المواجهات كان 75-76 بنتيجه 6-0 لصالح النادي الاهلي. موقف الاهلي وطنطا، الاهلي في المركز الاول ب10 مباريات، فاز في العشره، سجل 28 هدف، استقبلت شباكه هدفين، 30 نقطه في المركز الاول. اما نادي طنطا لعب 12 مباراه، فاز في واحده، تعادل في 7، خسر في 4، سجل 11 هدف، دخل مرمى 14، يملك من النقاط 10 نقاط في المركز ال 16. نتيجة المباراة السابقة لنادي طنطا، خسر من نادي الزمالك في الأسبوع ال 12، كان يوم 5 يناير، المباراة كانت بتقام في استاد المحلة في تمام الساعة 5، خسر نادي طنطا 3-2. أما نتيجة المباراة السابقة، النادي الأهلي بيفوز على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع ال 12، كانت يوم الأحد 5 يناير الساعة 7:30. المباراة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله في بداية الأسبوع ال 14، المقاولين العرب هيستضيف النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30. أما المباراة القادمة لنادي طنطا، نادي طنطا سيستضيف الجونة في تمام الساعة 5 في طنطا. طاقم التحكيم لهذه المباراة كابتن محمود عاشور حكما للساحة، كابتن تحسين السادات وكابتن أيمن العقاد اثنين حكام مساعدين، ثم كابتن محمد طارق حكما رابعا. إذا ده الجرافيك اللي عندنا النهارده لهذه المباراة. خلينا نطلع فاصل ونستقبل أول فقرة دكتور أحمد ثابت، أهم نقاط الضعف والقوة لفريق النادي الأهلي وأيضا الفريق نادي طنطا.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه لفريق نادي طنطا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. الحمد لله تمام. في البدايه طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله، مباراه بكل تاكيد يعني ان شاء الله يكون فيها النادي الاهلي موفق. مباراه فريق طنطا فريق محترم بيقدمه مع المدرب ايمن مزين اداء كويس جدا الموسم دوت. يمكن هم لعبوا 12 مباراه اتعادلوا 7، كسبوا مباراه واحده بس، خسروا 4، دخلت شباكهم 14 هدف واحرزوا 11 هدف. ده اللي احنا هنتكلم فيه في نقاط القوه والضعف. يلا خلينا نتفضل. نقاط القوه بتاعتهم هم مسجلين 11 هدف في 12 ماتش لعبوهم في الدوري، وبالتالي ايه ال 11 هدف، ايه السر بتاعهم عندهم؟ الضربات الثابته والضربات الركنيه، بيحفظهم في التدريبات على الضربات الثابته والركنيه. لو بصينا ازاي هم سجلوا ال 11 هدف هنلاقي 3 ضربات جزاء، 2 ضربات ركنيه، 2 ضربات ثابته، 2 تمرير طولي في العمق، و2 كرات عرضيه من الجبهه اليمنى. اذا في شغل بيتحفظ نقلق النهارده شويه من الضربات الثابته والركنيه، ناخد حذرنا من الضربات الركنيه والضربات الثابته عند فريق نادي طنطا والتمريرات الطوليه والكره العرضيه. هو النهارده كمان بادئ باحمد سالم صافي، هو مفاجاه التشكيل. يعني هو بيلعب طريقه لعب نادي طنطا 4-3-2-1، نفس اللي قدامنا كده على الشاشه بالظبط. علي فرج ومحمود مسعود والعشري، الشاذلي باك يمين، ايهاب سمير باك شمال، والثلاثه اللي في النص وليد عادل وحسام غالي والشناوي. وليد عادل هو اللي بيكمل، هو اللي عمل هدف واسيست في مباراه نادي الزمالك، او جاب الهدفين في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت. احمد سالم صافي هو اللي هيلعب في المساحات اللي ورا علي معلول، والناحيه الثانيه احمد الالفي يعتبر اكتر لاعب عندهم عامل اسيستات، 3 اسيست الموسم ده، وقدام محمد ماجد قنش كمهاجم وهمي. تمام. هو يمكن ذكاء الحقيقه من الكابتن ايمن المزين ان هو بيلعب احمد سالم صافي في ال من بتروجيت، في خبره ولعب طبعًا. في الحرس ولعب في المصري، لعب وبتروجيت وبيتميز بالسرعه. بالسرعات وهيستخدمه في الحته اللي ورا علي معلول. اهم نقاط الضعف بقى، نقاط الضعف بقى عندهم مشكله واضحه في العمق، في عمق الملعب، في عمق الملعب. يعني كل الاهداف اللي دخلت فيهم لو بصينا، يعني قبل النقاط الضعف، يعني قبل اول اهم نقطه ضعف عندهم ان هم بيدخلوا الماتش متاخر. الفرقه الوحيده في الدوري اللي مسجلتش ولا هدف في اول نص ساعه اوكي طنطا. وغير كده استقبلوا 7 اهداف من ال 14 اللي دخلت شباكهم في اول نص ساعه، اول نص ساعه، وبالتالي دي نقطه ضعف. يعني اول نص ساعه عندهم مشكله، بيدخلوا التحضير بتاعهم للمباراه ممكن ما يكونش جيد، بيدخلوا عندهم قله خبره. فاحنا نقدر نستغل اول نص ساعه تحديدا، مش مسجلين ولا هدف في اول نص ساعه في المباراه اللي لعبوها، واستقبلوا نص اهدافهم في النص ساعه الاولى. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه عندهم مشكله واضحه في العمق، النقطه الفنيه لو بصينا ازاي، قلوب الدفاع يعني ولا عمق الملعب؟ عمق الدفاع، عمق الدفاع. عندهم الاثنين المساكين عندهم مشاكل دفاعيه سهله تفوت منهم في واحد على واحد. لو بصينا حتى هنلاقي تمرير طولي في العمق واختراق من عمق الدفاع 6 اهداف من الاربعه. دي اول مشكله، دي اول صوره. هدف لنادي مصر في شباك جت من خلال تمرير طولي في العمق، عندهم بطء سهل ان انت تفوت. ده هدف تاني هو من العمق، ده هدف نادي اسوان محمد صباحي. هي فكره العمق سواء تمريرات طوليه او اختراق او ان انت تراوغهم، يعني ده برضه هدف تمرير طولي اهو في العمق في المساحه اللي ورا الباك اليمين، سواء هي تمريرات او ان انت تفوت عليهم في واحد على واحد. او طيب. برضه ده هدف تاني في العمق. حاجه تانيه غير الدفاع. عندهم مشكله برضه في الكرات العرضيه جوه منطقه الجزاء، عندهم مشكله هي المشاكل عندهم في قلبين الدفاع، بطاء جدا في الحركه سهل تفوت منهم في واحد على واحد. التمركز في الكرات العرضيه النهارده سلاح مهم جدا، العرضيات من محمد هاني وعلي معلول سهل جدا ان انت، يعني مهم جدا ان انت يكون عندك عمق هجومي النهارده. طيب خلينا نروح بقى للمقارنات، نبدا بمقارنه كابتن ايمن المزين ومستر ريني فايلر. يمكن كابتن ايمن المزين متولي المهمه من 28 اكتوبر 2018، فايلر 31 اغسطس 2019. كابتن ايمن لعب في الدوري 12 مباراه، ما كسبش غير ماتش واحد وتعادل 7 وخسر 4، دخل شباكه 14 جون احرزه 11 هدف، حافظ على نظافه شباكه 4. اما النادي الاهلي طبعا لعب 10 كسب ال 10، لعيبه النادي الاهلي مسجلين 28 هدف تحت قياده ريني فايلر بمعدل 2.8 هدف في المباراه الواحده، دخلت شباك النادي الاهلي هدفين الموسم ده، حافظ على نظافه شباكه 8 ماتشات من 10. طيب خلينا نروح بقى لمقارنه حسين الشحات واحمد فهمي لاعب نادي طنطا. الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، احمد فهمي النهارده بيغيب وبيخش مكانه احمد سالم صافي. ده اللي احمد فهمي هو اللي كان بيلعب قبل انضمام احمد سالم صافي. حسين الشحات طبعا 27 سنه، لعب 8 مشاركات الموسم ده ب 613 دقيقة، مسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وعودته بالتأكيد هتفرق كتير جدا مع النادي الأهلي. أعتقد إنها تحضير للقادم، طبعا تحضير لمباراة النجم الساحلي. طيب مجدي قفشه وعبد الرحمن لاعب نادي طنطا. عبد الرحمن الدح ومحمد مجدي قفشه. عبد الرحمن الدح هو هداف نادي طنطا في الدوري، واحد من أبرز اللعيبة الصاعدة، ممكن ينضم للمنتخب الأولمبي. يمكن هو عنده 21 سنة، بيلبس رقم 99،
قفشه 19. طبعا قفشه واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي الموسم ده، مسجل 3 اهداف و4 اسيست وحصل على ركله جزاء، فبالتالي مساهم في كام هدف؟ 8 اهداف الموسم ده. عبد الرحمن الدح هو الهداف بتاعهم، مسجل 3 اهداف الموسم ده مع طنطا، منهم ضربتين جزاء. طيب خلينا نروح بقى لاخر مقارنه، عمرو السوليه وحسام غالي، اللاعب الارتكاز هنا ولاعب الارتكاز هنا. طبعا عمرو السوليه لاعب ارتكاز النادي الاهلي، وحسام غالي لاعب ارتكاز نادي طنطا. حسام غالي 27 سنه، لعيب خبره برضو، لعب في سموحه ولعب في اكتر من نادي، 11 مشاركه الموسم ده، عمل اسيست واحد في 953 دقيقه. اما عمرو السوليه 29 سنه، لعب 9 مشاركات الموسم ده، النهارده المشاركه العاشره ليه، ب 799 دقيقه، احرز هدف وسجل هدف. تمام، اذا خلينا انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي كابتن ناصر عباس يكلمنا سريعا جدا عن طاقم التحكيم. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، يكلمنا عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك يا كابتن ناصر؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ حضرتك كله تمام؟ الحمد لله. طاقم التحكيم مكون من كابتن محمود عاشور حكم للساحه، كابتن تحسين ابو السادات، وكابتن ايمن العقاد اثنين حكام مساعدين، وكابتن محمد فاروق حكما رابع. تمام، خلينا نحدد بتحديد كابتن اسلام محمود عاشور. احنا قلنا دايما الحكم اللي لعب كوره على مستوى كويس تقريبا بتفرق معاه جدا في المباريات. قلنا دايما الحكم الموهوب دايما بتفرق معاه في المباريات. محمود عاشور بيتميز بالاتي: اولا هو حكم من الحكام الموهوبين، حكم من الحكام اللي لديهم خبرات كبيره جدا جدا في الماتشات. عنده الميزه الثانيه ان هو بيحاول دايما يروح في المكان المناسب في خاصة داخل منطقة الجزاء. محمود عاشور كمان النهارده من ضمن خبراته كابتن اسلام، ايوه، عنده حاجة جميلة جدا، هو عنده الحس التحكيمي اللي يمكن بيفتقده كتير من الحكام. حس تحكيمي يعني ايه؟ بيحس بالمكان اللي هو متواجد فيه، وعشان كده هو بنلاقيه دايما في منطقة الجزاء بيحاول يخلق نفسه زاوية رؤية واضحة لمشاهدة الأحداث. بنقول محمود عاشور طبعا دي الميزات اللي موجودة فيه، ولكن عندي حتة ما يجب تطويره، انك انت محمود ما تحاولش تخش جوه قوي قوي داخل منطقه الجزاء حتى ما تكونش انت في مسار اللعب، لان مشكله كبيره جدا اي حكم يخش داخل الصندوق ويبقى فيه هجوم معاكس، لو الكره بتيجي فيه بتعمل مشكله. ولكن هو بشكل عام هو هذا الموسم يمكن هذه اول مباراه للنادي الاهلي، واول مباراه لنادي طنطا، بنتمنى طبعا للتوفيق في المباراه. نروح لحكم من الحكام الدوليين تحسين ابو السادات، وحكم في القائمه الدوليه ومتصنف الاليت ايه، واعتقد عنده من الخبرات ايضا ان هو يقدر النهارده يظبط حالات التسلل، عنده امكانيه ان هو يكون مواجه ميدان اللعب، عنده امكانيه ان هو يربط كويس او ما بين اللمس وما بين موقف التسلل. الحكم الصاعد اللي جاي اللي بنقول النهارده ان احنا كلنا معاه النهارده ربنا يوفقه، هو ايمن عقاد من الحكام الصاعدين يا كابتن اسلام، اللي احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده يؤدي المباراه بشكل كويس، لان هذه المباراه تفرق معاه كتير جدا جدا. هو زيه زي اللاعب اللي هو بيبتدي حياته في الناشئين، النهارده هو واخد مباراه كبيره، نتمنى ان شاء الله النهارده يوفق في هذه المباراه.
ان شاء الله تبقى كل التوفيق لطاقم التحكيم. عندنا كلام كتير عن التحكيم ولكن هنخليه بقى لما بعد نهايه هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، النجم الكبير كابتن اسامه حسني، تحليلا بقى لكل او تشكيل النادي الاهلي طبعا وتشكيل نادي طنطا. هنتكلم اكتر عن النواحي الفنيه بعد الفاصل. نجومنا الكبار وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ شرف ومنور. ده النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك. النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك كابتن اسلام؟ كابتن اسامه. كابتن عادل، تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه زي ما شفنا محمد الشناوي في حراسه المرمى و محمد هاني ناحيه اليمين وعلي معلول ناحيه الشمال، رامي ربيعه وياسر ابراهيم اثنين قلوب دفاع، سلية ومحمود متولي الشيخ ومجدي قفشه وحسين الشحات، ومن امامهم جونيور اجاييه. كيف سيلعب النادي الاهلي في هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التشكيله اللي واضحه قدامنا ان مستر فايلر عايز يكسب المباراه ثلاث نقاط، وده من دوافع الجهاز الفني واللاعبين خلال ملف الدوري العام اللي احنا بدأناه بشكل إيجابي مع مستر فايلر العلامة كاملة 10 مباريات. فالنهاردة الناس ممكن تتخيل اسلام ان مباراة ضعيفة، مباراة طنطا. ان طنطا عمل ماتش كويس جدا امام نادي الزمالك بالظبط، والنهاردة يمكن طنطا بتحتل المركز 16 في الجدول، بتلاعب بطل الجدول او بطل الدوري النادي الاهلي، فبيبقى الدوافع اللي موجوده عند طنطا النهارده ان هي تظهر بمظهر جيد، تحاول انها تخفف من الاخطاء، تخفف من الاهداف، يداروا جاروا النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي بالتشكيله اللي احنا ذكرناها واضح ان التغييرات مش كتير، يعني الناس كانت متوقعه ان ممكن يحصل تغييرات بشكل كبير. لا يعني عوده ياسر ابراهيم، محمود متولي، هو ده التغيير اللي ممكن يحصل، حسين الشحات وعوده حسين الشحات وتملي اسلام. يمكن عندنا الحته بتاعت قلب الملعب دي هي اللي فيها بعض التغييرات اللي بتحصل، ان بيحصل اصابات لسعد سمير، اصابه سعد سمير بعدده عن المكان ده، رامي على فترات، حتى متولي برضك لما بدا اتصاب وقعد فتره، لكن النهارده الحمد لله رجع بالسلامه. فواضح ان التشكيله ديت فيها التجانس اللي موجود من خلال اداء مستر فايلر، طريقه اللعب اللي اللعيبه حفظتها بشكل جيد. فواضح من البدايه ان التشكيله ديت مهم جدا بالنسبه لها الفوز في هذا اللقاء بثلاث نقاط عشان يستمر النادي الاهلي على قمة الدوري، وتبقى المباراة 11 بالنسبة له فوز هذا العام. تمام كابتن عادل، محمد هاني وعلي معلول ومن أمامهم أحمد الشيخ وحسين الشحات. دايما خلال الفترات اللي فاتت كان بيبقى في حد مختلف، يعني كان بيبقى في جيرالدو، كان بيبقى في وليد سليمان، كان بيبقى في كذا. التعاون النهارده هيكون ازاي ما بين الاربع لاعبين دول، الاثنين الباكين والاجنحه؟ يعني الـ احمد الشيخ ومحمد هاني يمكن لعبوا مع بعض اكتر من مباراه، مزبوط. حسين الشحات وعلي معلول افتكر انه باصابه حسين الشحات، ولكن كان بيلعب برده معاه كتير، فاهمين بعض. لكن المهم علشان توصل الاربعه دول ببعض يا كابتن اسلام، عمرو السوليه ومحمود متولي. ايوه. ازاي؟ انك انت التوازن ما بين الدفاع والهجوم، لان علي معلول انت عارف ان هو كتير الطلوع. حتى محمد هاني يمكن احمد الشيخ بيبقى الناحيه الثانيه اكتر، ان هو بيهاجم اكتر من محمد هاني، لكن هنا علي معلول واي فرقه عارفه ان علي معلول بيهاجم كتير فبيدافعوا له كويس قوي. الحاجه الثانيه حسين الشحات دخوله لسه راجع برضه يا كابتن بعد اسبوعين اصابه. انت عندك ثلاث لعيبه رجعوا، يعني منهم ياسر ابراهيم، ومنهم محمود متولي بيلعب كاساسي، يعني بتعتبر ان هو بتعتبر ان هو بيلعب اساسي، ومنهم ان رجع جونيور اجاييه تاني مع محمد هاني واحمد فتحي اللي كانوا بيتبادلوا الادوار. لكن بالسؤال اللي انت قلته ان علي معلول ومحمد هاني والاتصال ما بين احمد الشيخ وما بين حسين الشحات، افتكر انه لازم يكون في توازن دفاعي وتوازن هجومي، وكمان المتابعه ورا بعض. يعني يمكن الطلوع
الاكتر هيبقى من عند علي معلول. في حاله علي معلول لو طلع لازم ضم محمد هاني للداخل علشان تبقى ثلاثة، ما ينفعش الاثنين يطلعوا مع بعض، بالاخص ان انت عندك احمد الشيخ تكملة وكراس حربة وراء اجاييه، دي مهمة جدا علشان يفتح لمحمد هاني. اما كمان حسين الشحات ممكن يكمل كراس حربة تاني والكرة الناحية اليمين علشان علي معلول برضو يطلع ويتابع، لكن التعاون لازم يبقى كبير لان دي مفاتيح اللعب. يمكن السؤال اللي انت قلته اكبر مفاتيح لعب الاربعة اللي انت اتكلمت عنها. كابتن اسامة النهارده كابتن ايمن المزاد الحقيقة تفكير جيد منه ان هو جايب لسه جايب محمد سالم صافي. واحد من اللعيبة السرعة. احمد سالم صافي واحد من اللعيبة السرعة، واحد من اللعيبة الجيدين بالمناسبة، حرس الحدود وبعد كده بتروجيتو وراح المصري شوية، ولكن كالعادة الكل عارف زي ما الكابتن عادل قال ان علي معلول لما بيطلع بتبقى عندنا ثغرة كبيرة في هذا المكان. اكيد النهارده فوجود احمد سالم صافي النهارده خلي بالك يستعين بيه. طبعا النهارده مباراة مهمة جدا خاصة للنادي الاهلي بعد الاداء والنتيجة بتاعت المباراة السابقة. النادي الاهلي لازم ينسى بطولة افريقيا تماما. التحضير الذهني مهم جدا لمباراة زي النهارده. لازم يكون عندك دوافع كبيره جدا، وزي ما بقول لك يا كابتن اسلام مباراه النجم الساحلي لسه بعد ما مش عايز افكر فيها دلوقتي، عايز افصلها اليوم 26 لو عايز افصلها تماما عشان ما يبقاش اذهان اللعيبه مشغوله بالمباراه دي. لا احنا عندنا مباراه مهمه النهارده امام طنطا في مشوار الدوري، ثلاث نقاط مهمين جدا. مباراه النهارده مع المقاولين الاثنين ببعض بيكملوا بعض، يدي ثقه للجهاز الفني وللعيبه. احمد سالم صافي زي ما انت بتقول من اللعيبه المميزه جدا، حرس الحدود، لعب في بتروجيت، اوراق رابحه بالنسبه لايمن المزين، بيدافع كويس ودايما عنده السرعات انه يجي من تحت وبيعتمد على السرعات انه يجمع طنطا لعب ويحط له في مساحه. فالنهارده طبعا الوقفه بتاعت ياسر ابراهيم خاصه لما علي معلول يطلع انه يغطي ظهر علي معلول دي مهمه جدا. انا اعتقد النهارده ان كان من الممكن يا سما ان يلعب بمجدي قفشه وعمرو السوليه، ولكن بسبب هذا الموضوع خلى خلى مجدي قفشه يطلع لقدام شويه ولاعب محمود متولي ناحيه دفاعيه اكتر علشان النهارده متولي يعني علي معلول متولي بيقوم بدور اليو ديانج، هو لاعب اللاعب الارتكاز، اللاعب اللي بيغطي في وسط الملعب. طبعا السوليه عنده مهام دفاعيه لكن المهام الهجوميه بتبقى اكتر شويه مع مجدي قفشه. فالنهارده متولي ده مركز بيدور عليه فايلر بعد النهارده ايقاف ديانج او لا قدر الله ديانج، فهو بيحضر البديل في المكان ده. وحسام عاشور لسه مصاب برضه، وحسام عاشور بيدخل طبعا في المكان ده. محمود متولي بدا يتاقلم في المكان ده، لعب الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه. اتمنى ان شاء الله التوفيق النهارده النادي الاهلي وتكون بدايه قويه ان شاء الله. كابتن ماهر، ياسر ابراهيم لسه راجع بقاله فتره طويله بعيد عن المباريات، وكان بيبقى معانا في المعسكر ولكن بيبقى دائما خارج ال 18. بتنصحه في ايه في مباراه زي دي، خصوصا ان هي مباراه اولى ليه بعد تقريبا 7-8-9 مباريات؟ هو طبعا بنتمنى التوفيق للفريق كله، وياسر بالاخص زي ما انت ذكرت اسلام مهم قوي. مبادئ الدفاع بتقول في الحته ديت ان انا تحت ضغط يحصل نوع من التشتيت. نمره 2 امنع المهاجم ان هو يروح للمرمى. نمره 3 لما استحوذ مهم جدا ان انا اسلم اقرب لاعب بالنسبه لي فنان حمراء عشان اخد الثقه. كل ما انت بتقدر تقطع من مهاجم بتفسد هجمه انت بتاخد الثقه وهو بيقل في الثقه. في نفس الوقت لما ببدا العب انا السهل بالنسبه لي وابدا ابني الهجمه من تحت للفنان الحمراء لاي لعيب قدامي انا بكسب ثقه وهو كمان بيكسب ثقه. فالنهارده نتمنى طبعا لقلبي الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم ان طول ما انت مامن، طول ما انت ما بيجيش فيك فرصه ان احنا نقدر نحرز اهداف، واحنا متعودين عندنا من الخبرات ان احنا نقدر نجيب في الدقيقه 90، نقدر نجيب في الدقيقه 92، نقدر نجيب في الدقيقه 94. فبنتمنى طبعا لياسر ابراهيم، امكانياته البشريه عنده طول وعنده انقضاض جيد وعنده العاب هوا متميز بيها. مهم بقى اسلام ان رامي وربيع حته التجانس بينهم من بعض. أيوة. حته التفاهم بينهم من بعض، يعني كل واحد بيلعب في الشريحه بتاعته، كره ناحيه ياسر يبقى مطلوب من رامي ربيعه يعمل كفرنج خلف ياسر، كره عند رامي ربيعه مطلوب من ياسر يعمل تامين لرامي ربيعه. تا
طيب كابتن عادل، النهارده البدلاء علي لطفي، مروان محسن، محمود وحيد، احمد فتحي، صلاح محسن، محمود كهربا، جيرار، دورهم هيبقى ازاي من وجهه نظرك؟ يعني انت عارف ان المباريات اللي انت مرشح فيها بتلعب من الفرق اللي هي المتوسطه الترتيب، لكن طنطا دلوقتي متاخره شويه في الترتيب، انت بتعمل عندك الحته الهجوميه بتطغى عليك اكتر من الحته الدفاعيه في التشكيل في الاحتياطيات يعني. فانت المفروض النهارده ان كمان عاوز ترجع لعيبه وعاوز تدي لعيبه ثقه زي محمود كهربا مثلا. محمود كهربا انا من وجهه نظري انه لازم الايام اللي جايه دي يبدا ياخد بقى كتير، لان كهربا هيفرق كتير كمان قوي لما يلعب باستمرار ويبقى اساسي، هيعمل لك شكل اخر وهيعمل لك مردود احلى من كده كتير واقوى من كده كتير. ايوه جيلاردو لما خد برده ما كانش بطال في البدايه المباريات اللي فاتت يعني، افضل خلينا ننسى المباراه السابقه لانها كان داي اوف لكل اللاعبين تقريبا، لكن انا بتكلم كمان ضد طبعا بلاتينيوم. انا المهم اللي عندي انا صلاح محسن، ده مهم عندي انا بالنسبه لي يعني. ليه؟ لان انا شايف ان صلاح محسن من اللعيبه اللي هم الفراوده اللي عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسلام، اللي ليه مستقبل عظيم في حته التهديف. لانه هداف بالفطره، عنده كل امكانيات كره القدم، عنده سرعه، عنده مهاره، يقدر يجيب اجوان، بس هي عايزه تفتح معاه شويه. انا اتمنى انه برضو من الناس اللي تاخد كتير صلاح محسن، فافتكر ان صلاح محسن ومحمود كهربا وجيراردو النهارده من الناحيه الهجوميه هم اللي هيبقوا وشغالين، ومروان محسن الاربعه، يمكن الثلاثه اللي هينزلوا ممكن ينزل منهم ثلاثة من الأربعة دول، ولكن اضطراريا لا قدر الله ممكن الناس اللي هي يعني اللي أحمد فتحي اللي واخد الفترة اللي فاتت دي كل حاجة اضطرارية يعني. بص كل ماتش واحد واثنين تغيير اضطراري. دلوقتي كابتن إسلام، هو دلوقتي أحمد فتحي مثلا، أحمد فتحي محطوط ليه خط الدفاع كله، ممكن يلعب لك سرد باك، ممكن يلعب لك باك رايت، ممكن يلعب لك باك ليفت محمود وحيد، ممكن يخش محمود متولي، ممكن يشغل لك حته السرد باك تاني. علشان كده بقول لك الاحتياطي محطوطه محطوط علشان انت بتلعب في ملعبك، ممكن تبقى بره، ممكن تحط ثلاثه وثلاثه. طيب كابتن اسامه، مجدي قفشه ودوره النهارده، لانه يعني مجدي قفشه من اقل المباريات اللي لعبها مباراه بلاتينيا، الشوط اللي لعبه في مباراه بلاتينيا يعني، كان قالوا انه بين الشوطين غير عشان عنده اصابه، النهارده الحمد لله موجود، ما في يعني طلعت بسيطه وموجود في المباراه، دوره مهم جدا خاصه مع الرباعي الامامي حسين الشحات اللي يعني عودا حميدا ان شاء الله ليه، يعني اضافه مهمه جدا لهجوم النادي الاهلي، واحمد الشيخ وجوني رجي، الرباعي ده مهم جدا، الضغط من بدري على فريق طنطا، خاصه الفرق يعني طنطا هتلاقيه متحفظ شويه في البدايه، كله متكتل ورا، فانت النهارده لازم تشتغل ضغط عالي الاربعه الامامي ومعاهم عمرو السوليه، لازم تضغط من قدام، هدف بدري خاصه في الفرق اللي يعني بتبقى في ترتيب الوسط في الجدول او في المؤخره بيفرق جدا، بيفتح الجيم، بيفك التكتلات بدري، بيديك ثقه، تاني حاجه بيدي اريحيه للمدرب، خاصه عندك مباراه مهمه جايه، انه ممكن يغير ويدخل زي ما الكابتن عادل بيقول، عندك عناصر محتاجه تلعب عشان تتألق فترة جايه، صلاح محسن وكهربا، فانت هدف بدري الضغط اللي هيعمله رباعي الامامي يريح الدنيا، وكمان يخلي فرص ثانيه ناس تاخد وتبدا تشتغل. كابتن ماهر، هضغط من قدام ولا هستنى ورا؟ لا هنضغط من قدام، يعني من ضمن دوافع النادي الاهلي النهارده الضغط من قدام، واحنا شفناه في يمكن في معظم المباريات اللي كانت موجوده في الدوري العام، فالضغط من قدام بيدي ثقه للنادي الاهلي انه يقدر يحرز هدف في ربع ساعة، الثقة دي بتعود على الفريق، بتعود على الجهاز الفني، حتى على الجمهور، فواضح ان النادي الاهلي هيضغط من قدام بداية المباراة. كابتن عادل، السفرية الطويلة اللي فاتت وضغط المباراة السابقة هل سيؤثر سلبا على النادي الاهلي النهاردة؟ لا ما افتكرش، يعني الاستشفاء لازم يكون كان جيد جدا، والناحية كمان البدنية بتاعت النادي الاهلي كويسة قوي، يمكن كمان النادي الاهلي ماشي بصورة كويسة قوي في بطولة الدوري، الروح بتعلي حته الاستشفاء عندك. أيوة. وانت شغال، انت عندك مشكله دلوقتي يا كابتن اسلام، تفضل. لازم نعرفها ان كل فرق الدوري اتحط على النادي الاهلي حتى ضغط اكتر، اللي هو كل فرق الدوري عايزه توقف النادي الاهلي. بس انت فاهمني؟ ده طول عمره. لا انا بتكلم على الرقم اللي بيتعمل. يعني ماشي، يعني لا كله عايز يوقع الاهلي. لا دي مهمه جدا، خلي بالك طبعا حضرتك. صح. عارف دي بتعتبر روح فوق الروح. صح. للفرقه اللي بتلعبك يعني. صح. اي فرقه تيجي تقول لك مع اني اكسب كمان
اكثر الرقم، انت فاهم؟ يبقى انا اللي وقفته، يبقى انا اللي وقفت النادي الاهلي. فاحنا مش بنطلب دي، علشان كده انا 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 يعني اللي انا عايز اقول لك ان الاجهاد مش هي يعني احنا ماشيين في رقم كويس وشغالين كويس قوي وعاوزين نكمل فيه علشان بطوله الدوري تريحنا واحنا بنلعب في البطوله الافريقيه. كابتن اسامه، اخيرا النهارده الشكل الدفاعي اللي دايما بيلعب فيه طنطا بيلعب 10 ومعروفه يعني المرتدات، طبعا على المرتدات على ماجد قنش وعلى احمد سالم صافي. احمد سالم صافي، والناحيه الثانيه هيكون برضو مع احمد الالفي. طيب اخيرا يعني بس عشان ده مهم جدا دلوقتي لان هيطلع كلام كتير الفتره اللي جايه، هل الشكل الدفاعي اللي بيلعب بيه نادي طنطا قد يكون سبب في عدم وجود وليد ازارو في القائمه؟ لا، هو المدرب طبعا ادرى باللعيبه وبيدرس الفريق اللي قدامه وبيشوف افضل العناصر اللي تقدر تشتغل مع فريق طنطا. يعني لا، هو يعني مش عايزين نقول لعيبه ومش هيبقى، انت النهارده عمليه التدوير بتتم بين اللعيبه كلها. النهارده مروان محسن لعب، وليد ازارو لعب، كهربا بدا يدخل، كل اللعيبه بتدخل، حتى ناحيه اليمين احمد فتحي كان بيلعب المباراه اللي فاتت مريح، موجود محمد هاني، علي معلول موجود، تلاقي محمود وحيد. فانت النهارده لازم غصب عن المدرب لازم يعمل عمليه تدوير، نظرا تجاه من سفريه طويله، مباراه كل 3 4 ايام، فلازم عمليه التدوير دي مطلوبه جدا يعني. تمام، اخيرا يا كابتن تتوقع ايه للمباراه؟ ان شاء الله من البدايه من البدايه ان شاء الله النادي الاهلي يجيب جول في الشوط الاولاني باذن الله يفتح بيه المباراه. كابتن عادل، هي البدايه هتفرق قوي مع النادي الاهلي، جول مبكر يعمل نتيجه كويسه. التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، مكسب مهم جدا خاصه يعني يدي ثقه للعيبه والجهاز. اخيرا عايز اقول لحضراتكم ان خلال الفتره اللي فاتت اتقال كلام كتير جدا فيما يخص بعض اللاعبين، انا مش هقول اسماء لكن اتقال كلام كتير فيما يخص بعض اللاعبين، ولكن عايز اقول لحضراتكم خلينا نتكلم عن صلاح محسن تحديدا. اول امبارح او امبارح طلع كلام ان هو هيروح اعاره وان هو كذا وان هو كذا، على فكره ده ممكن كله يحصل، ولكن حتى هذه اللحظه صلاح محسن موجود في النادي الاهلي ومتواجد في تشكيله ال 18 لاعب اللي متواجدين او قائمه النادي الاهلي الرسميه لهذه المباراه، وبالتالي خلي حضراتكم تاخدوا الاخبار دائما من قناه النادي الاهلي، من المركز الاعلامي في النادي الاهلي، هل هناك صفقه جديده قادمه ولا لا، كل الكلام ده حضراتكم عارفين ان هو اول ما بينتهي بشكل رسمي اذا كان هناك صفقة جديدة خلال الفترة اللي جاية، فإذا أول حاجة هنقولها لحضراتكم دائما ولكن ينتهي الموضوع بشكل رسمي، مين جاي مين مش جاي، طبعا في حاجات كتيرة بنبقى عارفينها ولكن ما بنقدرش نتكلم إلا لما بيكون الموضوع بشكل رسمي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن أسامة. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراة، وبعد نهاية المباراة مباشرة هنكون مع حضراتكم على الهواء مع نجومنا الكبار ان شاء الله ان شاء الله لتحليل فوز النادي الاهلي ان شاء الله على نادي طنطا او لتحليل هذه المباراه. بعد الفاصل اسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه والتقيكم بعد نهايه المباراه مباشره.